متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من ملعب بلدية بن سليمان. فريق اتحاد سلا في مواجهة فريق حسنية بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا أجواء المقابلة في هذه الأثناء متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، شوف معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. تقدم فريق حسنية بن سليمان بهدف لصفر. الآن النتيجة هدف لصفر لفريق حسنية بن سليمان على فريق اتحاد سلا. قوموا معنا متابعينا الكرام، شاهدوا معنا أطوار الشوط الثاني من المقابلة. فضربة خطأ في الأثناء لصالح فريق اتحاد سلا. كيف ما كتشاهدوا معنا في هذه الأثناء متابعينا الكرام، ضربة خطيرة في هذه الأثناء، ضربة خطأ خطيرة في هذه الأثناء متابعينا الكرام. فالفريق الأبيض متقدم بهدف لصفر ضد الفريق الأزرق. النتيجة هدف مقابل صفر، هدف مقابل صفر. الآن دخول لاعب جديد للملعب. كما كتشاهدوا معنا تغيير في الأثناء لفريق اتحاد سلا. النتيجة واحد مقابل صفر لفريق حسنية بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فريق حسنية بن سليمان وفريق اتحاد سلا. فريق حسنية بن سليمان متقدم بهدف مقابل صفر لحد الساعة ضد فريق اتحاد سلا متابعينا الكرام. ومعنا في أجواء المقابلة متابعينا الكرام، مقابلة فريق حسنية بن سليمان ضد فريق اتحاد سلا. لحد الساعة النتيجة واحد مقابل صفر.
كما كتشاهدوا معنا إصابة لاعب فريق اتحاد إسلا. فالنتيجة 1-0، النتيجة لحد الساعة 1-0. لفريق حسنية بن سليمان على حساب فريق اتحاد إسلام. قوم معنا. فكنذكركم متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي، ومعنا بث مباشر من اجواء بطوله الهوات فريق حسنيه بن سليمان وفريق اتحاد سلا. فهاد المقابله متابعينا الكرام من تقدم ديال الفريق حسنيه بن سليمان بهدف مقابل صفر. النتيجة 1-0، النتيجة 1-0، تقدم فريق حسنية بن سليمان. فريق حسنية بن سليمان متقدم بهدف الصفر. فريق حسنية بن سليمان باللباس الأبيض، فريق حسنية فريق اتحاد سلا باللباس الأزرق. متابعينا الكرام، كيفما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فريق حسنية بن سليمان واللي فريق اللباس الأبيض. فانتوما كتشاهدو معنا الشوط الثاني من المقابلة. فريق حسنية بن سليمان كتشاهدو معنا المتابعين الكرام، نتيجة 1-0. الدقيقة 60 الآن متابعينا الكرام. Thank you.
نذكركم ان متابعينا الكرام تكون معنا بث مباشر من مدينه سليمان، فريق حسنيه بن سليمان في مواجهه فريق اتحاد سلا. متابعينا الكرام، نتيجه لحد الان متفوق حسنيه بن سليمان، متفوق بهدف مقابل صفر. فريق حسنيه بن سليمان متفوق بهدف للصفر. متابعينا الكرام، إصابة في أثناء الفريق حسنية بن سليمان. فكنذكركم متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، جوانا بالتمويل من مدينة بن سليمان، تقدم فريق حسنية بن سليمان بهدف مقابل صفر. فكتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، متابعي قناة شوف تيفي، تكونوا معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كما تشاهدوا معنا كنتم معنا بث مباشر متابعينا الكرام من
متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنذكركم بلي نتوما معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان لمقابلة حسنية بن سليمان ضد فريق اتحاد سلا. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، نتوما معنا بث مباشر. نتوما معنا بث مباشر متابعينا الكرام. كنذكركم متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نتوما معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان، بالضبط من ملعب حسنية بن سليمان. كيفما كتشاهدوا معنا كاين تقدم ديال فريق حسنية بن سليمان بهدف مقابل صفر. We are.
نذكركم المتابعين الكرام متابعي قناة شوف تيفي، انتم معنا بث مباشر من مدينة بوسليمان، نقل أجواء مقابلة حسنية بن سليمان وفريق اتحاد سلا. نذكرهم فريق حسنية بن سليمان متقدم بهدف مقابل صفر ضد فريق اتحاد سلا. لا مبقاش كيلعب فتي بن سليمان، واحد زيرو خويا اسماعيل، واحد زيرو دابا فريق حسنية بن سليمان متقدم بواحد صفر. ففريق حسنية بن سليمان متقدم بهدف لصفر متابعينا الكرام. مرحبا خويا اسماعيل. فريق حسنية بن سليمان ذو اللباس الابيض بينما فريق اتحاد سلا ذو اللباس الازرق متابعينا الكرام. فريق حسنية بن سليمان متقدم بهدف لصفر في الأثناء. فريق حسنية بن سليمان ذو اللباس الأبيض بينما فريق اتحاد سلا ذو اللباس الأزرق متابعينا الكرام. اللباس الأزرق خاص بفريق اتحاد سلا. كيفما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، كيفما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، انذار لفريق حسنية بن سليمان.
كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام بطولة هواد كما قلنا معنا فريق حسنيت بن سليمان في مواجهة فريق اتحاد سلا. أرجو التسلل في الأثناء. فالنتيجة هي 1-0. النتيجة هي 1-0 تقدم فريق حسنيات بن سليمان بهدف لصفر لحد الساعة. هدف مقابل صفر. فريق حسن بن سليمان متقدم بهدف للصفر. ضربة خطأ في الأثناء لفريق اتحاد سلا. مرحبا مرحبا، كل مرة نقول لكم المقابلة. تشد ان فريق اتحاد سلا هو هاجم في الاثناء. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام فريق حسنية بن سليمان في مواجهة فريق اتحاد سلا.
تحياتي خويا عبد الناصر، مرحبا خويا عبد الناصر، حنا فقط نقول لكم المقابلة كما هي. فمازال معكم بث مباشر من مدينة بن سليمان، نقل مقابلة فريق حسنية بن سليمان وفريق اتحاد سلا، فريق حسنية متقدم بهدف مقابل صفر. كما كتشاهدوا معنا المتابعين الكرام على بث مباشر، فريق حسنية بن سليمان هو المتفوق لحد الساعة بواحد لصفر. فريق حسنية بن سليمان متفوق بهدف لصفر. فريق حسنية بن سليمان ذو اللباس الأبيض، بينما فريق اتحاد السلاوي ذو اللباس الأزرق. متابعينا الكرام، I'm gonna go.
كما تشاهدوا معنا متابعينا الكرام، ومعنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا بضع دقائق على انتهاء المقابلة بين حسنية بن سليمان وفريق اتحاد سلا. فريق حسنية بن سليمان متقدم بهدف 0 لحد الساعة متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام المقابله الناريه بين الفريقين. مقابله ناريه في هذه الاثناء متابعينا الكرام بين فريق حسنية بن سليمان وفريق اتحاد سلا. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام ففريق حسنية بن سليمان في الأثناء كتلقى بطاقة حمراء. في هذه الأثناء فريق حسنية بن سليمان كتلقى بطاقة حمراء في الأثناء. كما كتشاهدوا معنا الآن فضربة خطأ خطيرة في الأثناء متابعينا الكرام، ضربة خطأ خطيرة في الأثناء متابعينا الكرام. كنظن انها اخر محاوله كنظن في الاثناء، اخر محاوله للفريق اتحاد سلاوي باش يقدر يجيب التعادل ديالو، لانه خاسر مع حسنية بن سليمان بواحد مقابل صفر. كما كتشاهدوا معنا اخطر واخر ضربات خطا الى حد الساعه.
تصدي كان رائع من طرف حارس فريق حسنية بوسليمان. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، كتشوفوا معنا بث مباشر، فآخر ركنية في الأثناء لحد الساعة لا زال فريق حسن الوسيم متقدم بهدف لصفر. لحد الساعة متابعينا الكرام اللقطات الأخيرة آخر الدقائق متابعينا الكرام، آخر فرصة، آخر فرصة متابعينا الكرام هي هذه، آخر فرصة متابعينا الكرام، سينتهي النزال بين فريق حسنية بوسليمان وفريق اتحاد سلا. الآن نهاية المقابلة بتقدم فريق حسنية بوسليمان بهدف لصفر. في الأثناء كانت الصافرة، في الأثناء متابعينا الكرام صافرة النهاية. إذن متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من ملعب حسنية بوسليمان متابعينا الكرام.